السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اش اخباركم؟ لاباس؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا مرة اخرى في مطبخ الاخوات. كما وعدتكم في الفيديو الفيديو اللي فات، غادي نشاركوا معكم اسبوع ديال بسومة، الله يحفظها لوالديها ويحفظها لينا ويجعلها قدام السعد والربح على العائلة الكبيرة والصغيرة. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم نهار ديال الذبيحه ونهار ديال الرجال، حيت حنا كما جرت العاده ما كنجمعوش الرجال مع العيالات. غادي نديروا نشاركوا معكم نهار الاول ونهار الثاني. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا يعجبكم، نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم. كما العاده دائما كنقول لكم كنبغوا نشاركوا معكم جميع الاشياء اللي كتفرحنا، واللي عجبو الفيديو ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي كومونتير زوينه ديالكم، كتحاول يعني كتساعدنا وكتعطينا الدافع باش اننا نعطيوكم اكثر واكثر وكنتشاطروا معكم كل كبيره وصغيره. ونتمنى لكم مشاهده طيبه، مع السلامه. سيدنا محمد الله معاه الشيء علي.
صلى الله على المصطفى وعلى آله في ربيع لخير الأول. صلى الله على المصطفى وعلى آله وسلم. طالع البدر علينا من تليات الوداع، وجب الشكر علينا هذا لله داعي. صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على المصطفى علينا من تليات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على المصطفى. I'm gonna go get some.